دكتور طارق شرارة، موسيقار شديد الأهمية، واحد من أبدع ومن أعظم مؤلفين الموسيقيين في مصر. دكتور طارق مؤلفاته الموسيقية كانت دايما تلاقيها على أفلام تسجيلية، أفلام رسوم متحركة وما إلى ذلك. دكتور طارق بالمناسبة فنان حتى النخاع رحمة الله عليه طبعا، لأنه من القليلين في الدنيا اللي قرروا أن هم يستقيلوا من مهامهم الرسمية أو من وظيفتهم علشان يتفرغوا لمسارهم أو لمسيرتهم الإبداعية، وده اللي عمله دكتور طارق بالمناسبة. كان سنة 86 زي ما حضراتكم عارفين، هو رحل عن دنيانا في 30 يناير سنة 22 بسبب الكورونا الله يرحمه. إلا أنه الجيد جدا في الموضوع هو اللي عملته دار الأوبرا، ودي حاجة الحقيقة لا أظنها بعيدة أبدا، لا عن دار الأوبرا بنفسها كمنظومة ومنارة عظيمة موجودة في مصر والعالم العربي وقلعة للتنوير الحقيقي، ولا أظنها بعيدة عن تاريخنا كوزارة ثقافة مصرية، لا أظن ذلك بعيد على الإطلاق عن الدكتور خالد داغر واللي بيتولى مهامه كرئيس لهذه المنارة العظمى في العالم العربي بشأن التنوير الثقافي والفني. فتيجي دار الأوبرا تنظم إيه؟ تنظم احتفالية بذكرى الوفاة الأولى لدكتور طارق شرارة، ويعملوها في شكل ندوة ثقافية عنوانها مسيرة عطاء. عايز أستأذنكم نشوف تقرير حول هذه الندوة وهذا الصالون الثقافي احتفالا بذكرى، أو خلينا ما نقولش احتفالا بالذكرى ولكن احتفاء بالدكتور طارق شرارة. بصراحة دكتور طارق شرارة يعني نقدر نقول هو موسيقار وفنان شامل، وتقريبا يعني ما خدش حقه الفني جامد، كان شغال تقريبا وراء كواليس، يعني كل فنانين مصر اشتغلوا معاه، وطبعا هو اشتغل في كل المجالات، اشتغل في معانا في الأوبرا هنا، واشتغل في فرقة الرقص الحديث، وعمل أفلام سينمائية موسيقى تصويرية، وكان موسوعة في كل حاجة في الفن. إنسان عظيم وحساس جدا بشعوره وأداؤه لموسيقته، فهو عمل لي عدة عروض اشتغلنا مع بعض كتير، زي الأفيال تختبئ لتموت وأثر سمرقند وشادي عبد السلام، الكرسي توت عنخ آمون، وكل ده فلاح الفصيح. فده كان تعاملي معاه كتير كتير صراحة فني وإنساني، وعنده شعور كتير، الواحد بيريحك بيعرف النوت، مع انه موسيقته هي كونكريت، يعني موسيقته هي مستقبلية اكتر ما انها تكون طربية. طارق شرارة كان من اول الناس اللي هم شجعوني او وقفوا ورايا، على اساس ان كان في اوبرا عايدة في 2002 اول ما جيت من جنيف، وهو كان الوزير بعته عشان يقول هل هذا القائد المصري يقدر يقود العرض الميجا برودكشن بتاع عايدة ولا لا. فطارق قال اوكي، فحظي كويس ان هو قال ايوه، بس هو طلع بقى ان هو مش بيقول بس ايوه، ان هو اعجب بيا كده، هو فاهم كويس جدا يعني ايه موسيقى، فاهم يعني ايه فن، فاهم يعني ايه رسم. هو ما كانش مجرد موسيقي او مؤلف موسيقي، هو كان مؤلف موسيقي ووضع موسيقى تصويرية للأفلام، وناقد كان بيكتب في الأخبار، نقد موسيقي أيضا، وكان له اهتمامات بالسينما المحلية والعالمية، فكان متعدد الجوانب، وفي كل جانب من هذه الجوانب كان مجيدا بدرجة كبيرة. طارق شرارة كان بالنسبة لي أب، كان بالنسبة لي مدرس، كان بالنسبة لي أيقونة، كان بالنسبة لي موسوعة موسيقية، موسوعة فنية، موسوعة سينمائية، حاجة كبيرة جدا. طارق شرارة، طارق شرارة راجل بيديكي نصيحة طول الوقت، بيديكي نصايح ونصايح صح وبالطريقة اللي تقبليها،
طارق شرارة حد مهم جدا جدا جدا، والنهاردة اليوم أثبت قد إيه أهمية طارق شرارة.